الامر سهل عليه وخلاه انسيابيه. باغ اكزومبل كي يجي المواطن يجي المواطن يخير مثلا وحده العلاج اللي راح يديرها مثلا يدير المخبر. راح يفوت المخبر عندنا مخبر تاع الطبيه يهزو يقعد عند المواطن. لا هنا اول عمي يبعث عليه كراسه لاجون دي ريسبسيون عون الاستقبال يناديه في الشباك يقول له تقدم يفوت يدير له لابوليفيكاسيون الترميز ويفوت للمخبر. ونفس الشيء بالنسبه لباقي واحد الاشعه الطب العام واحد عندنا سيستيماتيك على في الداتا عندنا لي سبيسياليتي كامل غادي نديروا لها تحليل. واش الانواع نتاع التحاليل اللي ديروهم هنا في المخبر؟ نديروا شحال من انواع؟ نديروا جليسيمي بينو ليبيديك عندنا في كوليسترول في الجليسيريد اش دي ال ال دي ال نديروا ليونوغرام ان ا كا سي ال نديروا بينو هرمونو تي اس اش تي 4 14 تي بي او خاصنا جينيرال نكوفريو لي سبيسياليتي كل شيء كل شيء يعني من الكيمياء الحيويه من ابصار الدم علم المناعه هادو كاع يخرجوا هنا عندنا. حالات تستقبلي في النهار؟ نعم نستقبلوا بزاف من المواطنين مثلا 100 200 300 حوالي في لابيريود يكونوا اكثر. لا في النهار في النهار تفوت واحد 200 اه لاباس لاباس فايته يجوا باش يفيرسيو يجوا يسلكوا الحمد لله. ولا سي جلس على الشكل حاول نوافق لوتا باش مصلحة عندها علاقة مباشرة مع المواطن ومصالح المؤمنين سواء كانوا أجارة ولا غير أجارة. أنا في مفهوم عمومي غير أجارة نستقبلوهم نسمعوهم نناقشوا معهم وهاولا كيما درت نتايا ونعطوهم الحلول المناسبة حسب الامكانيات المتوفره. اجور جيمه تفضل. اطلاع على السجلات الضروريه الاساسيه اللي هي سجل الاستقبال وسجل الشكاوى. وين طلعنا على هذه السجلات ولقينا الملاحظات تاع المواطنين مطمنين وراضيين بالخدمه اللي تتقدم لهم وحنا نطلبوا دائما المزيد تحسين الخدمه تحسين العلاقه مع المواطن الاستقبال الحسن الجيد والإنصات إلى الانشغالات والتكفل بها حسب الإمكانيات المتوفرة. أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.